بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة، المادة تربية دينية إسلامية، الصف الأول الابتدائي. معكم مدرس المادة حسن سعيد محمد حسن. درس اليوم تدريبات من دعاء النبي على درس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، أكمل شفهيا. ألف، أصبحنا وأصبح نعط لله والحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. باء، لا إله إلا الله نعط لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جيم، ربي نعط خير ما في هذا اليوم. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم. دال، كل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، إلى قوله وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. السؤال الثاني، تخير الصواب مما بين القوسين. ألف، أدعو بهذا الدعاء بعد الاستيقاظ من النوم، الرجوع من المدرسة، الذهاب للنوم. الإجابة الصحيحة هي بعد الاستيقاظ من النوم. باء، نعوذ بالله في هذا الدعاء من كل شر، دخول النار، ظلم الآخرين. الإجابة الصحيحة هي من كل شر. جيم، له الملك وله الحمد، معنى كلمة الحمد كما فهمت من الدعاء القوة، الشكر، الأمر. الإجابة الصحيحة هي الشكر. السؤال الثالث، صل من المجموعة ألف بما يناسبه من المجموعة باء. الجملة الأولى، أصبحنا وأصبح وخير ما بعد، له الملك وله الحمد، الملك لله والحمد لله وشر ما بعد. الإجابة الصحيحة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. الجملة الثانية، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم. الإجابة الصحيحة وخير ما بعده. الجملة الثالثة، وأعوذ بك من شر هذا اليوم. الإجابة الصحيحة وشر ما بعده. السؤال الرابع، صف الصورة. صف هذه الصورة كما تراها. الإجابة، يدعو هذا الطفل ربه بعد استيقاظه من النوم. هذا يعلمنا أن ندعو الله بعد الاستيقاظ من النوم. السؤال الخامس، رتب الصور لتكون جملا. نريد أن نرتب هذه الأفعال، هل كان خالد يفطر أولا أم يذهب إلى المدرسة أولا أم يصلي أولا أم يتوضأ؟ فلنرتب هذه الأفعال. ما هو أول عمل كان يقوم به خالد في الصباح؟ واحد، كان يتوضأ. الأمر الثاني، يصلي صلاة الصبح. الأمر الثالث، يفطر أو يتناول طعام الإفطار. الأمر الرابع، يحمل حقيبته ويذهب إلى المدرسة.
بهذا تكون قد انتهت تدريبات هذا الدرس. أسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.